مشاهدينا في مصر والوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا تبدأ إذن دعوة جديدة ومجددة مع فنجان القهوة لأسبوع جديد. نبدأ كما تعودنا في قراءة في أبرز الأحداث على مستوى 48 ساعة المنصرمة واستعراض لأهم القضايا على الساحة المحلية الإقليمية والدولية، وأبرزها الرئيس لوفد من الكونغرس نحارب الإرهاب بمكافحة الفقر والجهل وتنفيذ أول إعدام في قضايا الإرهاب، مقتل 25 إرهابيا من أنصار بيت المقدس خلال 48 ساعة الماضية، والدستورية تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح في انتخابات النواب. في الشأن العربي هذا الصباح، لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جنوب السودان تدعو إلى استبعاد الرئيس سالفا كير والنائب السابق للرئيس رياك ماشار زعيمي الحزبين المتصارعين على السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة. نبحث في تداعية هذا التطور وأيضا في هذه الحيثيات وقرارات الغير مسبوقة للاتحاد الأفريقي. في الشأن الدولي هذا الصباح، وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يكشف عن مشروع حكومي يهدف إلى إصلاح كامل للهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا في عملية غدت ضرورية بعد اعتداءات باريس، وكذلك بعد فشل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بأن يكون جسر تواصل بين المسلمين والدولة بحسب الأوساط الرسمية في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا يناهز عددها 6 ملايين نسمة. ما هو هذا المشروع وإلى أي مدى هذا يعتبر نقطة تحول في التعاطي مع هذا الملف على المستوى السياسي الفرنسي، وكذلك هل هو خطوة على نهج الحالة النمساوية التي سقناها الأسبوع الماضي؟ سنرى ذلك إذن عندما نتحدث عن هذا الموضوع، ولا سيما أن الانتخابات ربما تكون هي النقطة الفاصلة أو الهدف الذي قد نستطيع أو المقياس الذي ممكن أن يفهم في إطاره مثل هذا التحرك. في مساحة حرة هذا الصباح، اهتمام كبير في الصحافة العالمية بالمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن المستثمرين بدأوا في العودة إلى مصر بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات التنموية، وأن مصر تسير نحو إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية في اتجاه ثورة اقتصادية هادئة. هذا فيما وصفت صحيفة الدياريو باسكو الإسبانية الحدث الاقتصادي بالأبرز على المستوى الدولي. نقرأ في هذا الاهتمام الدولي في فرص نجاح هذا المؤتمر، طبعا وهذه بداية تغطيتنا لفعاليات المؤتمر الاقتصادي طبعا العالمي والدولي، إن شاء الله سيكلل بكل النجاح والتوفيق. برحب بضيفي العزيز الهاشم معي القهوة هذا الصباح، الدكتور سعيد اللوندي الخبير بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي ومدير تحرير لومون ديبلوماتيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. دكتور، إذا كان لكم عدد خاص ظهر بالأمس وعدد أسبوعي لومون ديبلوماتيك، ومواضيع كثيرة متراوحة ما بين أوكرانيا وما بين إيران. تعليق صغير هكذا قبل يعني أن نبدأ، لماذا هذا الاختيار؟ أهم ما يميز ليمون ديبلوماتيك أنه يحاول أن يكون قنطرة بين هنا وهناك، بيننا الشرق وبين الغرب. القضايا كلها من وجهة نظر الغربية يجب أن نعرفها، كيف فكر الآخرون، وبالتالي مشكلة أوكرانيا كيف يراها كاتب صحفي فرنسي، ما كيف يراها كاتب صحفي روسي إلى آخره. وأعتقد كل قضايا، قضايا الإسلام، قضايا المسلمين، قضايا عربية التي نراها إقليمية بشكل أو بآخر، كيف يراها الآخرون، هذا ما يحرص عليه هذه المطبوعة التي تصدر مرة كل شهر. مرة كل شهر؟ أنا كنت أعتقد أنها مرة كل أسبوع. كانت مرة كل أسبوع، لكن ضمن تقشف الذي يقوم به المؤسسة أصبحت مرة كل شهر. للأسف يعني إحنا برغم حضرتك ابتديت هذا الحوار بنغمة جيدة جدا تسير بنا إلى الأمام، وهي فكرة أن نعرف ماذا يصير بالإقليم وكذلك وجهات النظر، إلا أننا نرجو إن شاء الله أن تعود مرة ثانية تقليد. نرجو أن تعود يوميا. صعب. لا يعني أسبوعيا على الأقل. إلى أبرز العناوين لهذا الصباح. نقرأ مجموعة من الملفات المهمة، نبدأها بالأهرام الملف الرئاسي. الرئيس يقول نحارب الإرهاب بمكافحة الفقر والجهل، نشر القيم السمحة للإسلام، ثورة من أجل الدين وليست عليه. التحرير تكتب في ذات السياق السيسي لوفد الكونغرس عليكم مسؤولية كبرى لمكافحة الإرهاب، ووزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكي. وفي التفاصيل، الوفد الأمريكي استهل إذن اللقاء بالتأكيد
أن مصر تعد حجر الزاوية وأساس الاستقرار في المنطقة، كما أنها تمتلك عديدا من الإمكانيات التي تمنحها الفرصة للمساهمة في توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة وشعوبها. كما أوضحوا بأنهم سيستمرون في دعم مصر داخل الكونغرس الأمريكي وتقديم كل الإسهامات الماضية، منوها أن ثورة المصريين في 30 من يونيو جاءت معبرة عن إرادة شعبية خالصة وكانت مدفوعة بالاعتراض على محاولة تغيير هوية الدولة، وردا على استفسار النواب الأمريكيين بشأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للدعم بما في ذلك على الصعيد العسكري في حربها طبعا ضد الإرهاب سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية. السيسي استعرض مع الوفد أيضا مجمل تطورات الأوضاع في مصر على مدار السنوات الأربعة. نحن إذن أمام لجنة، أحد اللجان دكتور سعيد، أحد اللجان اللي هي رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي. إلى أي مدى، ما هي أهمية هذه اللجنة وما مدى قدرتها على التأثير في آراء الكونغرس الأمريكي بما في ذلك طبعا جماعة الضغط المعروفة واللوبيهات التي تدفع في اتجاه المصالحة مع الإخوان؟ إجمالا هذا اللقاء مهم للغاية، لأننا نقف على مشارف الاستعداد لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري، هذا من ناحية. الناحية الثانية نعيش حربا ضد الإرهاب مثل بقية الدول في كثير من العالم منطقة، لكن أهم من ذلك عندما نلتقي برئيس هذه اللجنة تحديدا ونقنعه بما نقوم به سواء من بناء وهندسة بناء إن صح التعبير الاقتصاد المصري. الشيء الثاني محاربة الإرهاب، داعش تهدد الجميع. أعتقد هذا اللقاء مهم للغاية، وعندما تحدث الرئيس السيسي عن أنه لابد من القضاء لعدم الاعتماد فقط على العامل العسكري أو الأمني في مكافحة الإرهاب، أعتقد أن هذا شيء مهم. وأضاف بعدا آخر اهتمام بالقضاء تماما على بؤر الفقر، هذه مسألة مهمة، ويدعو ضمنيا إلى أن يشارك الجميع في الاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد المصري، وأن يكون على أمريكا مسؤولية مكافحة الإرهاب أيضا، شأنها في ذلك شأن كل الدول التي تعاني من هذا الإرهاب. يعني رأينا وفودا تأتي هنا لمصر ثم تقول أشياء ثم تذهب هناك وتغير، يعني ولا يكون لها أولا تأثير بالقدر الكافي في صنع القرار أو في دوائر صنع القرار، لكن في ذات الوقت إلى أي مدى هذا يعكس طبعا عملية التطبيع؟ يعني هم خلاص بيتعاملوا مع أمر واقع، ومن هنا تأتي التنويه، هم بيتكلموا على أهمية التعاون الاستراتيجي الولايات المتحدة ومصر. طرحت مهمة جدا، فكرة مهمة جدا، أنه أمريكا في الواقع خمس أمريكات، أمريكا رئيس الجمهورية وبأوباما، أمريكا كيري والإدارة الخارجية، أمريكا البنتاغون، أمريكا الكونغرس، أمريكا وسائل إعلام مقروءة مسموعة برأيي، ما نراه هنا ونسمعه يختلف تماما عن الآخر، وبالتالي أعتقد وأمريكا الاستخبارات يمكن هي دي دلوقتي من تصنع تنزل الأمطار وترجع للشمس تشرق زي ما يقول المثل. عندما قال بين كلينتون إنها الاستخبارات يا غبي، كان يقصد بذلك أن العالم كله يحكم من خلال هذه الأجهزة. أيا كان الأمر، هذا التناقض تقصده أمريكا وتعنيه بشكل أو بآخر عندما يكون هناك تناقضات. على أي حال نحن نعرف مصرنا جيدا، نحن يجب أن ننتمي إلى مصر لا إلى غيرها، وأن يهمونا بشكل أو بآخر أن نتجاوز هذه المحن وهذه التحديات، لأن مصر هي صناعة المستقبل. يعني عندما يقول الرئيس لهذا الوفد للمرة العاشرة أو 15 نحن يعني نقوم بالثورة لإصلاح الخطاب الديني وليس الثورة على الدين، هذا يدل على أن الأسئلة ربما أو يعطي فكرة عن نوعية الأسئلة التي تلقاها السيد الرئيس في هذه الجلسة. بالضبط، هذه تعليق حضرتك أو تحليلك لهذا الإجابة هذه مهمة جدا. كان هناك كاتب لبناني اسمه عمر فاروق عنده كتاب شهير اسمه إصلاح، يعني إيه إصلاح في المسلمين لا في الإسلام، يعني ما يقدرش يصلح أو تجديد في المسلمين لا في الإسلام. الشيء نفسه أكده الرئيس السيسي، نحن نقوم بتجديد الفكر الديني وليس ثورة على الدين نفسه. الدين ما زال قائما، هذا معناه أن في طي الأسئلة كان هناك استفسارات، هناك أسئلة يريد هدم الدين، لكن هو يريد تجديد الدين، وسمى تفرق بين هدم وتجديد.
وهزم أكاد الرئيس السيسي أكثر من مرة، يعني كما قلت أنت مسنا وثلاث ورباع. بالضبط، كل مرة بنلاقي ده بطريقة مختلفة. لكن قبل أن نغادر هذا الملف، كانت أيضا هناك تأكيدات على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة، الاستراتيجية على الأقل بين الولايات المتحدة وما بين مصر على المستوى على الأصعدة العسكرية، وهم بيقولوا بينادوا ويطالبوا. احنا شفنا في الكونغرس أخيرا بعض الأصوات ربما المناوئة للفكر الديمقراطي والمناوئة للديمقراطيين في مغازلة الانتخابات، بتقول إن مصر أهم مهمة ومهمة قضاء على الإرهاب يجب أن يدعم، مع أنه أمريكا تدعي أنها حامية حمى الديمقراطية. على أي حال أعتقد بشكل أو بآخر أن الرئيس لا يهمه هذا أو ذاك بقدر ما يهمه المواطن المصري العادي، وقال هذا أكثر من مرة، أن يهمني من العالم كله سوى رضاء المصريين الذين قاموا بثورة عظيمة، تتنينوا لا يهمون بشكل أو بآخر أمريكا أو غير أمريكا. لكن الشيء المؤكد أن هناك سياسة متوازنة، وهذا ما يعرض الرئيس على تأكيده، نحن لنا علاقة بموسكو ولنا علاقة ببكين، لا تنفي أبدا أن يكون لنا علاقة بواشنطن الآخر، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عندما قال بالحرف الواحد لنا علاقات استراتيجية مع أمريكا. هذا شيء مهم جدا، لا نريد أن نعادي أحدا، وقد نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع. يعني كانت هناك توترات شديدة في العلاقة ما بين الدولتين على الأقل، يعني كانت هناك منصات إعلامية، كان آخرها طبعا استقبال وفد للإخوان من الرئيس باراك أوباما فيما يعكس. إذن هل نعتقد أن هذه مثل هذه الزيارات هي نوع من أنواع المنصات الإعلامية، البروتوكولات الدبلوماسية الهادئة التي تفيد أنه كل الأمور بخير وطبعا والسياسات تمشي قدما في كل الأمور بخير؟ لكن هذا لا ينفي أبدا أن أمريكا استقبلت وفدا من جماعة الإخوان الإرهابية، هذا مؤكد، ولا بد أن نعترف بشيء أساسي جدا، وتدعمهم في ليبيا. لأن العلاقات المصرية الأمريكية لم تكن أبدا في صحة جيدة، دائما متوعكة، دائما هناك خلافات إلى آخره، وأعتقد أن هذه ظاهرة من ظواهر صحية عندما يكون خلاف بيننا وبين أمريكا، معنى ذلك أنه أراضي مستقلة في مصر وأراضي مستقلة في أمريكا، لا نريد أن تكون مصر حارس مصالح الأمريكية في الشرق بعد زوال الشاهين شاه في إيران. الرئيس أيضا أكد على أن يعني عمق هذه العلاقات واستراتيجيتها يجب أن ينعكس أيضا في دعم لهذا المؤتمر الاقتصادي. يعني شو إذا كلفتك هذا التصريح؟ لا، يعني هناك وفد كبير جدا أمريكي سيشارك في هذا المؤتمر، هذا ما أكدته مصدر دبلوماسية أمريكية بالفعل، وهناك رؤساء شركات ومدير شركات كبرى وعالمية ستشارك. على أي حال أعتقد أن طروحات كثيرة جدا، سواء كانت مشاريع عملاقة أو مشاريع متوسطة أو متناهيات الصغر، كل هذا يؤكد بشكل أو بآخر أن هناك إرادة شعبية مصرية تريد تجاوز التحدي الأكبر، وهو دعم الاقتصاد المصري من خلال هذا المؤتمر. كانت أيضا هناك يعني لقاء لوزير الدفاع المصري بهذا الوفد، إلى أي مدى ذلك يعكس أيضا يعني تنامي هذه العلاقات على المستوى لابد العسكري؟ لابد أن نعترف بأن أمريكا حريصة جدا أن تكون قوية علاقتها عن جانب العسكري المصري، وهناك معونات تقدم بشكل بآخر وتدريبات ومجموعات تذهب إلى هناك ثم مجموعات تأتي إلى هنا. أعتقد بشكل بآخر نحن عارسون على أن تكون علاقتنا بواشنطن مستمرة وجيدة، اللهم إلا إذا كان هناك تحت الأكيم ما تحته. يعني صعب جدا القول بأن لن ننخرط ولن نبطح أرضا، نحن نعتزم إرادتنا ونعتزم يعني باستقلاليتنا، وعلى أمريكا أن تحترم هذا، سيما وأن القضاء لا تبعث عنها تحول ديمقراطي، دعم اقتصادي، مكافحة الإرهاب نقوم بها، لأن هذا أمر يعنينا بشكل أو بآخر، وإن عني بشكل ما الولايات المتحدة الأمريكية لكن يعنينا ولن نفرط فيه أبدا، هكذا قال الرئيس. لكن أنت معي أن هناك كيل بمكيالين أو أكثر من مكيال عندما نتحدث عن الحالة الليبية ومستجداتها، برناردينو ليون الذي يرعى حوار حيث تم تطبيع العلاقات مع الإخوان في، ما رأيك يعني هكذا في عقاب؟ يعني أمريكا ضمن التناقض الذي أشرنا إليه تسعى إلى هذا، هي لا تريد أن تخسر طرفا ولا تريد أن تكون عدوا لمصر ولا تريد أن تكون عدوا المنطقة العربية، تجدها بين وطن وآخر كما قلنا، الكونغرس يأتي إلينا، ثم هناك أيضا علاقات بنتاج تذهب إلى ليبيا،
يعني امر غريب. الولايات المتحده الامريكيه منذ الحرب العالميه الثانيه وتعيش في هذا التناقض. واحسنت عندما قلت الكلب مكيالين، بل 20 مكيال الولايات المتحده الامريكيه هذا هو يعني هم بينتهجوا معنا سياسه التنيم اذا ما يعني استخدمنا اللفظ مجازا ادبيا يعني. صحيح. لان السياسه الامريكيه تذهب قدما في اطار تفتيت سوريا، ويعني جعل المفرخه الارهابيه هي الام بالنسبه للدواعش. تسعى لتفتيت سوريا لكن تسعى إلى أن يكون ألمانيا مثلا شطر واحد وليس شطرين، كما كانت ألمانيا جنوبية وألمانيا شمالية على أي حال. أعتقد بشكل أو بآخر يجب أن نفطن إلى هذه السياسة الأمريكية اللعوبة بين قوسين. اللعوبة بين قوسين. أنتوا كاتبين في الملحق أو يعني في اللومو دبلوماتيك كاتبين موضوع جميل جدا ويتقاطع مع ذلك. يبدو أن هذا هو دأبة الولايات المتحدة على ذلك. تكلموا على فضيحة إيران جيت اللي هي بترجع إلى فكرة التعاون بين CIA وما بين إيران الخميني من أجل يعني دحر الحكومة في نيكاراغوا، كان ذلك 1984 أعتقد. يعني نفس اللعبة هي الولايات المتحدة الأمريكية دائما تهندس علاقتها لسعة التعبير من منطلق مصالحها ومصالحها إيران في إيران. زمن إيران جيت مختلف عن مصالحها الآن. أرجو أن تعتقد أنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها نجد أن هناك درجة ليونة ومرونة أمريكية في التعامل مع إيران فيما تلق ملفها النووية، وكانت قبل شهرين أو ثلاثة متشددة جدا. إذن ما الذي دفع أمريكا إلى هذه الليونة؟ هذا ما يجب أن نفطن إليه. لكن في فضيحة إيران جيت هذه تعكس عمق العلاقات ما بين إسرائيل وإيران من ناحية، ومن ناحية الولايات المتحدة وما بين منظومة الخميني وما تلاها هذه العناصر الإسلامية في إيران، وهذا هو ما نعاني منه نحن اليوم هي في المنطقة. يعني تختفي عنا تماما، يجب أن ندرك تماما أن أمريكا لها علاقات بطهران وطهران لها علاقات بتل أبيب، بل بالعكس أديس أبابا أيضا تدخل في هذا الإطار. أعتقد بشكل ما أن هناك جسد واحد علينا أن ندركه وأن نتحسسه، لأن الخطر يحدق بنا في المنطقة. بالضبط. ولكي لا ينطلي علينا التمثيلية والمسرحيات اللي بيلعبوها في النووي والمفاوضات. لقد مللنا من هذا يعني عندما نقرأ ربما حتى عملية الرهائن التي كانت فيه ربما كانت عملية مسرحية أكثر منها قد يكون على الطريقة الهوليودية أكثر منها. هناك من كتب هذا الموضوع في فرنسا، في ألمانيا، في أسبانيا أيضا. على أي حال أعتقد بشكل أو بآخر المهم مصلحتنا، لا يهمون هذه الدولة كانت أو صارت أو أصبحت. هذه أمور تتعلق بالمصالح الشخصية لهذه الدول، مصالحنا بالطبع تختلف عنهم تماما. ننتقل إذن دكتور سعيد إلى موضوع آخر لافت جدا في الوفد ومهم جدا بالنسبة للشعب المصري، وهي قضايا القصاص. تنفيذ أول إعدام في قضايا الإرهاب، إعدام محمود رمضان قاتل أطفال سيدي جابر وأهالي الضحايا يوزعون الشربات. إذن إيه رأيك في أولا يعني في رد الفعل الشعبي وأسر يعني أثلجت صدور يعني أهل الضحايا، هم ابتدوا يتلقوا العزاء اعتبارا من الأمس. الكل شاهد هذا المجرم عندما قام بفعلته أمام الملأ. يعني أعتقد أن هناك أثار امتعاض عدد كبير جدا من الناس وشحنهم ضده، وبالتالي هذا الحكم الذي صدر ضده بالإعدام أعتقد أنه أثلج صدور جميعا. لماذا؟ لأنها كانت متورمة إن صح التعبير، كانت منزعجة من هذا الذي حدث على يديه. أعتقد بشكل آخر نحن دفننا الفتنة في بدايتها، لأن هذا بالفعل كان يعبر عن تيار، وهذا التيار أعتقد أنه دخل الجحور الآن كالجرزان. وأعتقد هذا حكم تاريخي يحسب لمصر ويحسب للمصريين، لأننا نعلي من شأن القضاء على أي طبق. لكن هناك من يرى أو أثارت هذه القضية جدلا على المستوى المحلي، نبتدي بالمحلي، وهي أن أهالي الضحايا كانوا عايزين أن هم يشوفوا يعني ربما أشياء تثلك سطولهم أكثر، وهي بذكرنا بالمحاكم في بعض الولايات المتحدة، وهي أن يشهد أهل الضحايا مراسم الإعدام، أو على الأقل أنهم يشوفوا أشرطة مصورة للحظات الأخيرة وهو يلبس البدلة الحمراء ويساق إلى غير ذلك. ما هو رأيك في هذه القضية؟ لا هذا التجاوز، لكن بشكل عام
المهم أن نعلي دولة القانون في مصر. تجاوز مش في حالة نفسية، مش هقول الناس فقدوا يعني أعزاء لديهم، يعني لماذا لا يتم أعزاء لديهم، ولا هي مسألة دواعي أمنية حقيقية، لكن هذا درجة من درجات تشفي، وهذا حتى نهى عنه القرآن الكريم. يعني لكم في قصة الحياة ولا بد أن نثق في قضاء مصر، وقضاء مصر سوف يأخذ حقوق هؤلاء جميعا، وبالتالي عندما قضى بالحكم عليه إعداما أعتقد أنه يستحق هذا. لكن مسألة شفي هذه يجب أن ننقذ من الآخرين، أو التمثيل بالجثث إلى آخر مثلا. لا لا، هذه ليست تشفي، هؤلاء الناس فقدوا أعزاء ومن حقهم القصاص، القصاص هم أن ينظروا لهذا القصاص. دي قضية أدبية ربما مش إحنا مش مستعدين إليها حاليا، لكن أرجو أن تعتقد هذه القضية ليست القضية الوحيدة أمنية، يعني ليست القضية الوحيدة، هناك قضايا كثيرة جدا كل متعلق بها، هناك قطاعات كبيرة من الشعوب من الشعب المصري تتم هذه القضية وتلك. المهم أن يتم القصاص، وقد تم أعتقد أن يعني في الولايات المتحدة أفهم أن حضرتك في بعض الولايات هناك من يعني يحضر جلسة الإعدام على الكرسي الكهربائي مثلا، هل هذا تشفي أم هذا فقط وهناك يعني في أمريكا من أجل أيضا يعني معالجة نفسية الأهل الضحايا؟ عندما تنظر المحكمة قضية لا يصورونها وإنما يرتمونها، هذا يحدث في أمريكا وهذا يحدث في أمريكا بالزبط. أيضا يعني أعتقد التشفي والتمثيل، المهم القضاء تم والقضاء لا هو الدور. لا تمثيل لا سمح الله، لأننا انضوينا تحت منظومة القانون، وهذا هو حكم صحيح. القانون، وبالتالي هؤلاء الناس يعني صبروا كثير على من هم شافوا القصص، والبقية تأتي، لأن احنا بداية الغيث قطرة ربما صحيح. تأخر كمان. لكن بالرجوع إلى الصحافة التركية، تعاملت مع موضوع يعني تنفيذ الإعدام على أن هذا الشخص اللي هو بالنسبة لنا مجرم وإرهابي وقاتل وبالصوت والصورة، بتكلم على انه هو ذهب قضى على اطفال بلطجيه من اعلى الاسطح، يعني راح يأدبهم. يعني ايه رايك في هذا التعاطي التركي؟ يعني هل نريد ان هل ليس هناك موضوع حمره للخجل؟ يعني ليس لابد ان نوقن تماما بانه امريكا تركيا تتحرك من مصداق مصالحها بالطبع مع الاخوان الارهابيه. يعني لن ننتظر من تركيا او صحافتها ان يعني تكيل لنا المديح في هذا الشان او اخر، بالعكس تلو عنق الحقائق وتقول لنا اشياء لا اساس لها من الصحه. يعني يجب ان نفطن تماما، الا ان السم مدسوس في العسل فيما تكتبه الصحافه التركيه، لانها مناوئه لنا وعدوه. ولا تنسى اطلاقا اننا طردنا السفير التركي، وهناك العلاقات مقطوعه بشكل او باخر، حتى رجال الاعمال المصريين طلبوا بان تقطع العلاقات وليسوا في حاجه الى التبادل التجاري هنا وهناك. الارهابي محمود رمضان كانت اخر كلماته وهو انه بعدما اعترف بانه يستاهل الاعدام، عاد وتنكر لهذه الكلمات، وكانت آخر كلماته بأنه شهيد للشرعية لمحمد مرسي. ما رأيك في هذه أعتقد هو التقط الطعم بالفعل، قد يكون بريئا في البداية، لكن الكل شهد أنه قتل هذا الطفل ورماه من فوق أسطح إسكندرية، وكان لابد من الاعتراف. سيد الأدلة قال لك أنا غزيته، وقعد يقول لي لا يا شيخ، يعني أعتقد العودة يعني إلى آخره كان مماطلة لأكثر وأقل. القضاء أذكى من أن يتم التلاعب به كما يحاول محمود رمضان وهذا المنظر رمضان بتلاعب بالقضاء المصري الشامخ. مصر طبعا عندنا في أحداث أخرى كانت في المحلة مثلا، ورأينا أن الأهالي طلعوا يقولوا يعني ينددوا بالإخوان، يبدو أن هذا الفكر لن يكون له أي نوع من أنواع الحلول. نحن الذين أخطأنا في ذلك، نحن صورنا أن لا توجد بعد الحزب الوطني القديم مثلا إلا جماعة الإخوان وعدن مجد فيه لآخره. أعتقد أن الخطأ خطأنا، لكن لا أساس ولا شعبية لهؤلاء إطلاقا، للكل يكرههم. لماذا؟ لأنه يحب مصر ويحب مصر كثيرا، ويستطيع أن يضحي بحياته من أجل مصر لا من أجل جماعة كانت المكان. إلى فاصل ثم نواصل، تفضل بشرب القهوة. مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. نستكمل ملفتنا المحلية ونقرأ هذه المرة من الأهرام. الدستورية تسمح لمزدوجي الجنسية بترشح للبرلمان، لجنة تقسيم الدوائر تبدأ عملها اليوم.
دكتور سعيد اللوندي، مرحب حضرتك مرتين، الخبير بالعلاقات الدولية مركز الأهرام الاستراتيجي ومدير تحرير لوموند دبلوماتيك. إلى أي مدى يعني هذا التصحيح وهذا التصويب يقودنا إلى يعني معالم أو يكرس معالم دولة القانون اللي هو الخبر الأخير ده بتاع؟ أعتقد مهم جدا أن فكرة العوار، العوار المادة، نعيد الثقة مجددا في القضاء المصري والقانون المصري بشكل أساسي. أعتقد أن هذا الحكم، وإن كان عدد كبير جدا وأنا من بينهم، لا وافق على مسألة الزواج الجنسية إلى آخره بأن يكون مثلنا. يعني أعتقد أن أحمد نظير زمان كان معه الجنسية الكندية ودرس في كندا وحصل دكتوراه في كندا وأعطى كندا كل الإمتيازات في الاتفاقات التي تمت. أعتقد أن هناك الزواج في الولاء بشكل أو بآخر، لكن على أي حال ما دامت الدستورية قد أقرت ذلك فنحن معه ونحترم القضاء المصري بشكل عام. وهو من باب تكافؤ الفرص، لأن كانت الطعن السابق الذي تقبلته الدستورية هو فكرة يتعامل مع فكرة عدم يعني العدالة في يعني في الحكم بني على أن هناك تهافؤ، وبالتالي هنا أيضا عدم عدالة بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج. الحكم بني على أن هناك تكافؤ فرص بين الجميع، لكن أعتقد يعني أن الفرصة بشكل أو بآخر أعطيت مرتين لزوج الجنسية لأن معه جنسيتين، الآخر أو المواطن العادي ليست معه. مايكل منير هو الذي رفع هذه الدعوة أمام الدستورية، وبالتالي أيا كان الأمر علينا أن نحترم القضاء حتى لا نعلق على الحكم. لا نعلق، لكن يعني هي مسألة يعني بالنسبة للانتخابات يعني هناك سيكون تعديلات، وهناك فعلا ستبدأ اللجنة بالتعديلات منذ اليوم، وهذا التعديل أيضا سيكون سيغير مسارات الفردي وأعتقد والقائم، أليس كذلك؟ طبعا لأن هناك حالات الرفض مثل القائمة والفردي إلى آخره، أيا كان الأمر أو بيع الأصوات أو حتى الإخوان من خلال يعني يلبسوا حلة أخرى يظهرون مظهر آخر. أعتقد المصري يجب أن يفتن هذا، المصري إنسان ذكي، هو الذي قام بثورة عظيمة في 3 يونيو قادر على أن يميز بين الغس والسمين. إلى موضوع آخر مهم جدا من الوفد، استدعاء وزير النقل ورئيس مدينة الشروق ومسؤولي السكة الحديد للتحقيق في حادث أوتوبيس مدينة الشروق. الآلاف يشيعون جثامين الضحايا ويطالبون بمحاكمة المتسببين في الكارثة. محافظ الغربية تنقل عنه الصحيفة قول فريق طبي الإشراف على علاج المصابين ووضع المدرسة تحت إشراف التربية والتعليم. طبعا حادث أليم يعيد إلى الذاكرة مرة أخرى يعني المشاكل الكبرى اللي في السابقة من الزقنات والضحايا الكثر والدماء على الأسفلت زي ما بيقول. أعتقد لا أحد فوق القانون ولا جوا بشكل أو آخر، يجب أن نؤكد هذا. وعندما يستدعى بشكل ما وحفظ الغربية لاستجواب من قبل النائب العام، هذه خطوة غير مسبوقة إطلاقا، لأن كانت هناك أشخاص لا يقترب منهم القانون لأنهم يشغلون مناصب معينة وعلى عامل مزلقان مثلا يسنق أو يحاكم إلى آخره. أعتقد الكل هناك مسؤولية تضامنية تضامنية على الأقل فيما يتعلق بهذا. لكن الأهم، ألا ترى أن الأهم هو فكرة إصلاح شبكة المواصلات، يعني فكرة المزلقانات هذه؟ يعني يبدو أن هناك خطأ ارتكبه سائق الأوتوبيس بما رشح. طبعا هناك خطأ كبير جدا، لكن يعني قيل قبل أن عندما كانوا هناك حوادث متشابهة أن لابد أن يتم إصلاح المزلقانات، لم يتم حتى الآن، لكن أعتقد أنه آن الأوان لكي يوضع هذا التفكير القويم موضع التنفيذ. ونرجو أن يكون هذا هو الاهتمام الأول للسيد النائب العام، هو فكرة يعني الإصلاح إن صح هذه المنظومة. أعتقد مرة التحقيق مع المحافظ يعني ونهائيا مع المحافظ سيضع الرجل أمام مسؤولياته وسوف يصلح من هذا الأمر اليوم قبل غد. إلى الدستور، الإطاحة بمراكز القوى في وزارة الداخلية أخطر حركة في الداخلية لعودة هيبتها، 12 مساعدا و5 مديري أمن جدد، صلاح حجازي مدير لجهاز الأمن الوطني، كمال الدالي مديرا للأمن العام، وأسامة بدير مديرا لأمن القاهرة، وطارق نصر مديرا لأمن الجيزة، ومحسن اليماني مساعدا أول للوزير للتفتيش.
الصحيفة بتقول أخطر أو يعني أخطر حركة تغيير في وزارة الداخلية، إلى أي مدى ذلك يعكس أو هذا التغيير طبعا مع انضواء المنظومة تحت اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الحالي، إلى أي مدى يعكس الاهتمامات يعني بالقضية الأمنية حاليا وموضوع التفجيرات والحاجات دي؟ كان هذا متوقعا عندما تم اختيار اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا، ومن حقه أن يغير من يشاء لمن يتعامل معهم، يريد أن يتعامل مع هذا وذاك ولا يريد أن يتعامل مع هذا وذاك، وبالتالي من حقه أن يتم هذا. لكن أهم من ذلك أن نثق تماما في الداخلية المصرية، وأن نعتبر أن الذين يعملون كجنود وصف جنود وضباط هم من أبناء هذا الشعب، يجب أن نحترمه، ويجب أن نقول أننا نخاف على مصر ليس فقط الشرطة أو أمين الشرطة أو إلى آخره، كل من يعمل في هذه الأجهزة هو جزء لا يتجزأ من الشعب، والمصلحة العامة تعود عليهم وعلينا. لكن هذا التغيير إلى أي مدى يعكس واجب الوقت أو اهتمامات أو هذه المرحلة ومقتضياتها ما قبل المؤتمر الاقتصادي، وبعدين التعاطي كمان مع قضية شبكة التفجيرات هكذا، ولو أنها يعني شبكة التفجيرات، ثم هناك قمة عربية، ثم هناك مؤتمر اقتصادي، هناك أحداث جسام يجب أن يكونوا هؤلاء على قدر المسؤولية. وأعتقد أن هذا ما يعني الرئيس السيسي عندما تم تغيير وزير الداخلية أو ترقيته بشكل أو بآخر، أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء على أي حال. أعتقد أننا في حاجة إلى الحزم في هذه المسألة، لأن الاستثمار لا يأتي إلا إذا كان هناك أمن وأمان، وأعتقد أن هذه التوليفة ستؤدي إلى الأمن. وهو لديه اهتمام خاص بموضوع منظومة القسم، تحديث قسم المفرقعات، وبالتالي التعاطي مع هذا الشأن الآني مع لتأمين المؤتمر الاقتصادي. نحن الشعب المصري يجب أن نتفائل بهذا الرجل، لأنه ليس بعيدا عن دار الإخوان، وإنما جزء لا يتجزأ منها، حتى عندما خرج لعدة فترة عدة سنوات ثم عاد مجددا وزن داخلي. في ذات او لذات الاولويه، لكن في موضوع متصل هذه المره، نتعامل مع الارهاب. الدستور تقول استشهاد شرطيين واصابه 23 مواطنا في تفجير ارهابي من المحارات الكبرى، اهل الضحايا يطالبوا بالقصاص من الاخوان ونقل الحالات الخطيره للمستشفيات العسكريه. ومن الاهرام نقرا ايضا في ملف التعاطي مع الارهاب مقتل 25 ارهابيا من انصار بيت المقدس خلال 48 ساعه. احنا عندنا هنا يعني انجازات على المستوى سواء القوات المسلحه او وزاره الداخليه، لكن هناك ايضا ما تزال يد الغدر يعني تودي بضحايا. ايه راي حضرتك في يعني ما يعني اصاب اهالي المحله؟ من هذا يعتقد اننا يمكن ان بين يوم وليله تنتهي مشكلتنا مع الارهاب. اعتقد الارهاب يعني مستمر طويلا، وشعب المصري قادر على دحر مثنى وثلث ورباع، وهذا ما يتبين من خلال القتل لهؤلاء الارهابيين او تعقبهم في اماكن مختلفه، سواء كان في سيناء او في المنوفيه او المنيا او حتى المنصوره او دمياط، كل هذا اعتقد تحت السيطره، والشعب المصري قادر على فتح هؤلاء واسلوبهم الدنيئه في قتل الابرياء. نقرأ إذن في آخر مواضيعنا في الشأن المحلي لهذا الصباح، نقرأ من التحرير: السلفيون يهللون لاختيار أزهري وزيرا للثقافة الجديد، والنبوي يقول للتحرير وتنقل عنه: لست محسوبا على أحد. هذه القضية أثارت جدلا، يعني إيه رأي حضرتك أو كيف تقيم هذا الجدل اللي ساد، يعني أن يكون وزير ثقافة ذو مرجعية أو على الأقل كان له تعليم أزهري؟ الغريب والعجيب أن أي إنسان له علاقة بالسماء أو ربنا سبحانه وتعالى يصبح كانوا إخوان، كانوا هم المسلمون الوحيدون في هذا العالم. أعتقد الشطط معروف عنهم منذ أسست هذه الجمعية في مدينة الإسماعيلية حتى الآن، لكن بشكل عام أعتقد أن الرجل أنكر تماما سلطه بأي حزب، ودائما يهللون، هللوا مع تغيير وزير الثقافة، هللوا تغيير مع وزير الداخلية، وقالوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنهم مسؤولون عن تغيير محمد إبراهيم، ثم جاء بن مجدي عبد الغفار. يعني كل هذه الدعاءات لا أساس لها من صحة ولا سنس. أنا شيء أخير أقوله، أن هذه الجماعة يعني بارعة في الكذب، فيجب علينا تصديقها. لا، أنا أتحدث هنا عن المثقفين، هو ما يعني نحن خلاص يعني الجماعة الإرهابية دي يعني لا يعني ليست في الحسبان، لكن أنا أتحدث إلى أي مدى ذلك
يساعد على تطوير منظومة الثقافة؟ هل تعتقد أن من هم المثقفين يعني من أكواس كيف سيتعاطون مع الدكتور عبد الواحد النبوي؟ أعتقد بهذه الخلفية اللي هي طبعا بعض للأسف بعض الصحف تسوقها وكأنها يعني وصمة، وهي في الآخر هو بيقول أنا مش محسوب على أحد، وهو يبدو أنه منفتحا شديد الانفتاح، لكن إلى أي مدى قد يعكس أيضا زي ما بيقولوا عندنا المرحلة مقتضيات المشكلة المرحلة. ليست في النبوي ولا في جابر عصفور، المشكلة في المثقف نفسه. المثقف المصري لا دور له إطلاقا، ولابد أن أعترف بهذا. عندما قامت الثورة قام بها الشعب العظيم في 30 يونيو لم نجد أصلا المثقف. أين هؤلاء المثقفون؟ يعني نحن نبحث عن يعني العنقاء. المثقف المصري انتهى تماما، ورغم ذلك هناك بقايا لهذا المثقف أو لذلك، ووزير ثقافة جديد. أعتقد أن النهضة تأتي. إذا كان رئيس الجمهورية يتكلم عن تجديد الخطاب الديني، هو عمل ثقافي قبل أن يكون أي عمل آخر. لكن هنا عندما نتحدث عن الثقافة نحن بحاجة لأن تكون مقاسات الثقافة بحجم يعني الدولة التي نريد أن نصنعها ونحن في إطار صنعها. إلى أي مدى هذا الاختيار ممكن أن يعكس رؤى حدثية متقدمة استباقية لكي تعيد الثقافة إلى نصابها وتعيد المصالحة ما بين طبعا الشعب اللي هو شبه كره حاجة اسمها ثقافة إلى أن تعيد الأمور إلى أن تعاد النصاب؟ أنما قلت المصالحة، المهم أن هذه المصالحة بين وزير من ناحية والأداة التنفيذية من ناحية ناحية والمثقفين من ناحية أخرى، لأن المثقفين كما قلت غائبون طوال الفترات الماضية. أيا كان الأمر، أوباما نجح عندما قال ساشانج يعني التغيير. عندما يتم التغيير أعتقد أن كل فرح بهذا التغيير، سيما وأن الفترة الماضية طوال الوقت لم تكن هناك ثقافة باعتبارها القوة الناعمة لمصر خارجيا وداخليا. احنا هنشوف عموما يعني الدكتور عبد الواحد النبوي سنجعله تحت الميجر لا مش تحت الميجر، سنختبر هذه الرؤى. احنا محتاجين رؤى، محتاجين ثورة ثقافية في الحقيقة بالمعنى العام والشامل. صحيح. علشان وهل هو يرى ان الثقافة هي دواء للتطرف ام لا؟ يمكن يكون عندنا حظ ان احنا نتعامل معه مباشرة وبالتالي نسأله هذه الأسئلة. الى بعض الصحف العربية بملفاتها الساخنة، نبدأ من الصومال اليوم التي كتبت 5 قتلى من بينهم فرنسي وبلجيكي بإطلاق نار في مالي، وذكرت مصادر قريبة من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني التي تحدثت مع رئيس بعثة الاتحاد في مالي أن من بين القتلى ضابط أمن بلجيكي كان يعمل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي. وتوقع رجال الشرطة المنطقة التي يرتادها الأجانب ليلا لكن قلة من كانوا يرفضون الإدلاء بأفئدتهم خوفا من هجمات انتقامية. ودعت السفارة الفرنسية في باماكو الفرنسيين في المدينة إلى توخي الحظر إلى غير ذلك. نحن هنا أمام من يسمون نفسهم بالمرابطين، أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الحادث. إلى أي مدى ذلك ما زال يعكس حالة القلاقل التي يثيرها الجهاديين في باماكو؟ يعني هناك بالفعل قلق شديد جدا من هؤلاء الذين يريدون خطف البلاد إلى اتجاه آخر، كما حدث في اليمن من عبر الحوثيين، كما حدث في ليبيا. وأعتقد أنها في الأساس هؤلاء أن لا تكون هناك دولة. عندما لا تكون هناك مؤسسات ولا هيئات، فأعتقد الدولة بحسب مفهوم السياسي دولة فاشلة. وأعتقد أنهم يحاولون إفشال كل مخططات الرامية للحوار، الرامية للصلح. هذه الأشياء أعتقد ضد هؤلاء الذين يشيعون في الأرض فسادا. إذن 5 قتلى من بينهم طبعا 3 ماليين وفرنسي وبلجيكي، ويبدو أن هناك أيضا إصابات كبرى. لكن هنا هو في الحقيقة المثير للدهشة هو ظهور شخصية زي مختار بن مختار الإرهابي الجزائري، وهو يقول بأنه يتبنى ذلك ردا على عملية سيرفل الفرنسية في العام 2013. أين نحن من 2013؟ يعني فكر الدين السليم هو أن ينفتح على العالم كله، الإمام محمد عبده في هذا الشأن مهم جدا. لكن هؤلاء يفسرون الدين كما يحلو لهم، ويأخذون الغرب بشكل عام عدوا لهم. أيا كان الأمر، نحن ندعو لعداوة بين الغرب والشرق، ندعو لحوار، وأعتقد أن هذا مفتقد. لكن هذا إرهابي، إحنا أمام عملية إرهابية مفتقد حتى الآن هذا الحوار. لسنا ببعيدين، يعني كان هناك رويترز نقلت منذ ساعات بأن بوكو حرام تداعشت، أعلنت ولاها لداعش، وبالتالي كان هناك أكثر من حادث، قتل في 50 شخص بالأمس.
فإحنا أمام هنا يعني تنامي لعملية الإرهاب. مشهد يتكرر من تونس إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق، وأعتقد أن هذه الدول الأفريقية بريئة تماما من كل الشعب بريئة، لكن النهاردة بيتغلغل داعش، بتتمركز بتتموقع داخل القارة الأفريقية للأسف، أليس كذلك؟ يجب أن يكون هناك صحوة ضد الإرهاب أينما كانت، سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في أي منطقة. والغريب والعجيب أن منطقتنا بالفعل مليئة بأسماء سامز وخضر، أنصار بيت المقدس، يعني الحوثيون، النصرة، يعني أسماء مختلفة تماما، لكن الكل خرج من عباد الإخوان الإرهابيين. لكن مختار هذا هو المسؤول الأول على الاحتجاز اللي كان في عين أم الناس في الجزائر، الذي قضى فيه يعني في المنطقة النفطية في عين أم الناس، يعني أنه إرهابي واختفى ثم ظهر ليعلن مسؤوليته في مالي. طبعا نحن أمام يعني ظاهرة الله يجرنا من هذا الهم. انتقل من الجزائر إلى مالي. إلى مالي، فهو كان هاربا من السلطات الجزائرية التي سيطرت على الموقف عين أم الناس. إلى المدى العراقية، التي كتبت: الجيش العراقي يصد هجوما على مخفر بستان الحدودي مع الأردن ويزحف نحو تكريت بعد تحرير البغدادي. وذكرت الصحيفة أن قوات حرس الحدود العراقية تمكنت بالتعاون مع قوات أردنية بصد هجوم لداعش. أضافت أن الجيش العراقي يتأهب للزحف نحو بلدة العلم ذات الأهمية الاستراتيجية التي تقع شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. شهدت طبعا عملية كبرى دبابات سيارات تحمل أعدادا من جنود الجيش العراقي وقوات المتطوعين والحشد الشعبي في بلدة الحديدية جنوب تكريت استعدادا لمحاولة استعادة العلم. وقال قائد منظمة بدر وكتائب الحشد الشعبي المشاركة في عملية تحرير صلاح الدين هادي العامري إن الجيش العراقي والقوات المساندة له سوف يتقدمون إذن إلى بلدة العلم. ويبدو أن للتحديث هذا الخبر، يعني تم السيطرة على تقريبا 1000 كيلومتر في هذه الناحية. إلى أي مدى ذلك يعكس قدرة الشعب العراقي على التوحد في محاربة داعش مرة أخرى؟ يعني لا يجب أن تأخذنا التفصيلات وننسى أن أمريكا وعدتنا يوما ما بأن ستكون هناك واحة للديمقراطية وسيخرج الشعب العراقي يقدم الأفراح والأهزيج والورود إلى الجنود الأمريكيين. أعتقد بشكل أو بآخر أن هذه الهزيمة وانتشار داعش وغير داعش في المنطقة هو هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير. لماذا؟ لأنها وعدتنا بشيء. هل هناك نجاحات يحرزها الجيش العراقي مش كده؟ أعتقد أن الخبراء الأمريكيين موجودين في الجيش العراقي هم الذين يحاربون وليس الجيش العراقي. يعني هذه أقوال، يعني أنا مثلا حضرتك بتقول هناك المخاوف أمريكية زي قائد الجيوش الأمريكية جنرال مارتن ديبسي الذي سيزور العراق لكي يستفهم حول الوجود الإيراني في هذه العملية التي لم تطلب العراق الإذن بها، فإذا نحن أمام مغالطات يعني كيف كثيرة. يكون حتى في مباحثات الملف النووي هم في درجة مرونة مع إيران ثم تتشددون مع إيران في زيارات كير الخليج أو حتى في العراق؟ أمر غريب جدا. تظل علامة استفهام قائمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن هو الأساس هو أننا ندعم الوحدة العراقية، الوحدة بتاعت الشعب هي التي تنقذه من هذا. كلنا مع وحدة الشعب العراقي وحدة التراب العراقي، لكن هذا لا يعني ينفي أن هناك الأقران مختلفين عن السنة والسنة مختلفة عن الشيعة وهكذا. تريد الولايات المتحدة الأمريكية. هي ترعى زي ما حضرتك بتقول، ترعى هذا الخلاف، وبالتالي هي ما يفسر أن مارتن ديمسي يذهب يجري إلى العراق لكي يسأل لماذا لم تدعي أنها مع سلم في المنطقة، لكن هي مع الحرب وتشعل الحرب وتأكل الحرب أجساد البشر في المنطقة العربية للأسف. إلى المستقبل اللبناني، حيث نقرأ: أبو حارث شاهد على ذبح جنود